أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شعلة الأولمبيات الرياضي للمحافظات الحدودية الذي تنظمه الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية وبمشاركة مجموعات شبابية متنوعة من محافظات مصر. فكرة لتلاقي أولادنا في أكثر من مجال، المجالات الرياضية وغير المجالات الرياضية، تلاقي أولادنا من محافظاتنا، محافظات التي هي دايما في القلب، وده امتداد لمجموعة كبيرة جدا من برامج زي برامج أهل مصر اللي أيضا أولادنا وشبابنا من محافظات الكلية بيجوا بياخدوا مجموعة كبيرة جدا من الدورات والرحلات. شاركت المحافظات المصرية من خلال وزارة التنمية المحلية ليس في كافة الأنشطة الرياضية فقط، ولكن كمان الأنشطة الرياضية والأنشطة الاجتماعية وتدريب الكوادر البشرية الموجودة من شباب الإدارة المحلية في هذه المحافظات لخلق قيل مستقبل جديد لقيادة العمل العام في هذه المحافظات. يشارك في الأولمبياد محافظات أسوان والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة التمهيدية منتصف نوفمبر الحالي ويكون اللقاء الختامي منتصف ديسمبر بمدينة شرم الشيخ. أول مرة دي السنة الثانية تتعمل، تمام. صراحة الشباب بتاع المحافظات الحدودية كان الفترة الفاضت كانوا محمشين، لكن دلوقتي حسوا إنهم الاهتمام زاد من أكثر من الأول. يعني النهاردة يوم جميل واستقبال حلو للمحافظات الحدودية وخاصة شمال سيناء، إن هم استقبلونا، تمام، واللي هم مهتمين أصلا مهتمين بالأنشطة ومهتمين أصلا بالألعاب الأولمبيات ومهتمين بالكشاف. الناس كانت واخدة فكرة عن الوادي الجديد إنها حاجة منغلقة وما فيش حد بيطلع، وأغلب المحافظات الحدودية كده، بس دلوقتي لما الأنشطة دي بتجمع الشباب في مؤتمرات زي كده أو أنشطة زي كده تبع وزارة الشباب والرياضة، دي حاجة كويسة جدا، لأن احنا بتخلينا كمان تبادل ثقافات ما بيننا وبين المحافظات التانية، ودي حاجة كويسة جدا. يأتي الأولمبيات في إطار خطة الوزارة لتنفيذ الأهداف القومية من خلال تقديم البرامج والأنشطة والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري، بما يسهم في نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب. فريد إدوار، CTV.